يتناقل بعض الشباب صورة قديمة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فهل من توجيه؟ نصيهم بأن يمزقوها، يمزقوا هذه الصورة، ولا يجوز، ولا يجوز صورة الشيخ بن سعدي ولا غيره، ولا الشيخ محمد بن إبراهيم ولا بن باز ولا غيرهم. ادعوا لهم واستغفروا لهم، وأما حمل صورهم هذا حرام، وهذا لا ينفعهم شيئا، هذا لا ينفع الأموات ولا ينفع الأحياء، وهو معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. مزقوا هذه الصور، صور العلماء بالذات فيها خطورة، لأنه قد يتعلق بها الناس ويتبركون بها، ولا تستبعدوا هذا، فإن الجهال كل شيء يفعلونه. نعم.